عقد مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة جمعه العام تحت شعار حوار وترافع من أجل قضايا البيئة والمآثر، والذي أسفر عن انتخاب ربيع الخمليشي كرئيس لولاية ثانية. فاعتقدنا بأن حصيلة العمل اللي دار في الفترة التأسيسية هو كان عمل صعب، لأن كان مفترض فيه يوفق ما بين مجموعة ديال الخبراء والفاعلين كيتعملوا مشاريع مختلفة، ولكن الحمد لله هذه التوليفة الفريدة أعطت نتائج اللي كنعتقدوا مقبولة في كمرحلة أولى، من حيث أننا نتوفر له الإطار منفتح للجميع وقادر على التأثير في صناعة القرار وقادر على الدفاع بشكل مستميت على القيم ديال الحفاظ على البيئة والمآثر التاريخية بطنجة. أكيد أن اللقاء ديال اليوم هو لقاء ديال المساءلة ديال التقييم، وكذلك لقاء منفتح على المستقبل من خلال ما سيصدر عن المؤتمر من قرارات سواء في الشق التنظيمي أو على المستوى الرؤية المستقبلية للأداء ديال المرصد في الثلاث سنوات القادمة اللي يمكن عاد تكون بكل الجهاز التنفيذي اللي غادي ينبثق على لقاء ديال اليوم. فعلا أن جمعية بسيطة بدأنا يعني مع مجموعة من المبادرات، مجموعة من نيات صادقة لمدينة طنجة، ولكن اليوم نحن نراهن على مؤسسة العمل أن تصبح مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية يعني مؤسسة رائدة. يتشكل المرصد من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية وهيئات المجتمع المدني بمدينة طنجة، ويهدف إلى الانفتاح على الجميع لرصد وتتبع وحماية البيئة والمآثر التاريخية.